معايا كويس، لانه ولد شويت لعيب كويس اسمه يحيى اشول ولا لا ايمن، ايمن ايه؟ اوعى تقول لي بيلعب وينج رايت. بيلعب وينج رايت لازم نقعد معاه بقى. شويت ما شاء الله ما شاء يعني الله. انا يعني ما ساهمتش في تعليمه كتير يعني، لكن كنت بشجعه دايما بالكلام، وان شاء الله. واسم الشهره بتاعه يوكي. يوكي ايوه. انت بتشبهه بلعيبه اوروبيه عالميه؟ لا زي لسه مين؟ صغير ما بانش لسه عليه يعني، لسه. انما هو الميزه فيه انه جسمه كويس وشويت كويس يعني. وانا وجهته شويه ازاي يحط صباع رجله الكبير وازاي. بلاش توجه. طيب عرفنا على بقيه الاسره، الولاد والبنات. الاسره عندي ثلاث بنات وولد. ما شاء الله. الولد مع بنت توأم. انما عندي الكبيره ريهام، ودي خريجه تجاره ومعاها ماجستير اتش ار من جامعه القاهره. والحقيقه يعني عاقله ورزينه وربت ولادها كويس وواقفه كويس. طالعه لمامتها بقى. طالعه لمامتها، وهم كلهم البنات طالعين لمامتهم اكيد يعني. طبعا. وهي دي اللي عندها البنوتة في. طب ما تيجي نسمع نشوف البنات هيقولوا لك ايه، ونرجع بعد كده نشوف يلا مصطفى هيقول لك يلا ايه. مفيش مان. كنت حابة انتهز فرصة من خلال البرنامج النهاردة ان انا اوجه رسالة شكر لبابا على رحلة عطائه معانا طول العمر. اهتم بينا وبصحتنا وتربيتنا، عمل لنا كل اللي يقدر عليه وكل اللي نفسنا فيه لحد ما وصلنا لبر الامان. ورحلة عطائه دي امتدت كمان للأحفاد، ربنا يخليه لينا يا رب، ودايما كده يفضل على راسنا. بيعلمهم كل خبراته، بينصحهم دايما. بابا من الناس اللي هم اجتماعيين جدا، دايما بيلم العيلة، كلنا دايما حواليه. شيء دايما بيفرحني رغم ان بابا بقاله اكتر من 40 سنة معتزل، بس دايما بلاقي ناس في الشارع لما بنبقى مع بعض، ناس كتير فاكرينه وفاكرين ماتشاته بتفاصيلها. بلاقي على الفيسبوك معجبينه كتير بيبعتوله، بيفتكروا مع بعض ذكريات الماتشات والاجوان بتاعته. دايما كده بابا محبوب ودايما مجمعنا كده، ودايما ربنا يديك الصحة والعافية وتفضل على راسنا طول العمر يا رب. طبعا بحب انتهز الفرصة دي جدا ان انا اتكلم عن بابا، وعن انا يمكن ما شفتوش وهو بيلعب كورة زمان في السبعينات، بس طبعا ببقى سعيدة جدا دلوقتي لما الناس يكونوا فاكرينه وعارفينه، لان هو كان طبعا موهوب ولعيب مشهور ولعيب منتخب، فطبعا ده شيء مشرف جدا. واحب طبعا اعرفكم بابا، يعني اكلمكم عنه كأب. هو فعلا كان أب مثالي، ربانا كويس جدا واهتم بينا، وبالرغم ان هو كان جزء من حياته طبعا كمهندس بيشتغل وبيسافر وعنده طبعا مسؤولياته، بالرغم من كده طبعا ما كانش بيسيبنا، على طول متواجد معانا، بيهتم بينا بمذاكرتنا انا واخواتي، كان بيغير علينا جدا. فطبعا انا احب اشكره قوي واقول له ربنا يخليك لينا ويديك الصحه يا رب والعافيه، وتفضل دايما مشرفنا ودايما في حياتنا. وطبعا الحمد لله انا يعني سعيده جدا ان انا كان نفسي حد يطلع عنده نفس الموهبه بتاعه بابا. انا عندي ابني يحيى، ربنا يبارك فيه ان شاء الله، اتمنى اشوفه في يوم من الايام موهوب زي بابا ولعيب مشهور ان شاء الله. وربنا يخليك لينا يا بابا ويديك طولة العمر باذن الله. الحقيقه انا فخوره جدا ان انا بنت الكابتن محمود، لانه راجل عظيم بنى نفسه بنفسه وحفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكره المصريه من خلال النادي الاهلي والمنتخب. الحقيقة بابا مش بالنسبة لي مش أب بس، هو أب وأخ وصديق. اتعلمت منه حاجات كتير، ورباني أنا وإخواتي على المبادئ. طول عمره متواضع وكريم وكبير العيلة، رغم أنه مش أكبرهم سنا،
حابة أشكرك يا بابا على اسمك الكبير اللي انت سايبه لنا، الناس كلها فاكراه وبتحبه، وده الحقيقة بلاحظه جدا على في تعليقات الناس على السوشيال ميديا، وببقى سعيدة جدا وفخورة. وبشكرك كمان على السمعة الطيبة اللي هتصاحبنا في مشوار حياتنا، وربنا يخليك لينا ويديك الصحة والعافية وطولة العمر. هتقول ايه للعرايس الجميلة دي؟ اقول لهم انتوا فخري وحبي الاول والاخير. ربنا يخليهم لك ويخليك ليهم ويخلي مامتهم كمان. لاني بحب البنات، والحمد لله يعني جابوا لي احفاد زي الفل، وربنا يحفظهم ان شاء الله. امين. طيب نشوف مصطفى بقى اخر واحد. انت قلت لي ان هو في كاس العالم اللي كان في قطر عمل شغل عالي قوي وشغل جامد قوي. ايوه. هنشوف هيقول ايه وترجع انت بقى تتكلم على الشغل اللي ممكن نقول ان هو عمل ايه ان شاء الله. اتفضل. مساء الخير كل محبين النادي الاهلي. مساء الخير كابتن مصطفى. انا مصطفى محمود عبد الحي ابن الكابتن محمود عبد الحي. اولا احب اشكر حضرتك على البرنامج وعلى استضافة كابتن محمود. واحب اتكلم سريعا عن نجومية بابا وعن احساسنا بيها من واحنا اطفال. دايما لما كنا بنروح في كل مكان والناس بتتعرف على بابا وبتطلب تسلم عليه او تطلب تتصور معاه، ده كان بيخلينا نحس احساس من الفخر والفرحة، وخصوصا لما بنروح النادي الاهلي مثلا ويقابل الزملاء القدام والكباتن القدام نسلم عليهم ونتصور معاهم، او لما بناخد حد من صحابنا النادي الاهلي ونتفرج على صور بابا متعلقه مع الفريق في الريسبشن في النادي. طبعا احساس جميل جدا وشيء بيخلي الواحد فخور بالوالد. وعلى المستوى الشخصي يمكن انا ما طلعتش لعيب كوره زي بابا، او ما خدتش الكوره انا بحب العب كوره بس يعني بشكل غير احترافي. يمكن ما كانتش كوره القدم هي رياضتي الاولى يعني، بس بشكل عام بابا كان قدوه، وكان دايما يقول لي ولغايه دلوقتي يقول لي انه اهم حاجه في حياه البني ادم هي صحته، انه الواحد يكون رياضي ده شيء جميل. وانا الحمد لله يعني عندي اكتر من رياضه مفضله، وبلعب رياضه بشكل دايم لما بيكون عندي الوقت. ويمكن تاني ما كانش ليا احتكاك مباشر بكره القدم كرياضه مفضله او كان التزم بتمرين او بفريق معين، ولكن يشاء القدر انه النهارده شغال انا في قطر في احد شركات الفعاليات الكبيره في الدوحه، واللي كان ليها دور كبير جدا في مختلف البطولات وتنظيم مختلف بطولات كره القدم، واخرها كان تنظيم بعض الفعاليات الرئيسيه لكاس العالم في الدوحه. وكان تواجدي في الاستادات كان بيخليني احس باحساس جميل، ولكن بشكل مختلف عن تواجد بابا في الملاعب كلاعب محترف. واحب استغل البرنامج واوجه له شكر خاص على كل التضحيات اللي قدمها علشاننا وكل النصايح، وعن كونه نعمة القدوة ونعمة الاب. ربنا يا رب يديله طولة العمر والصحة، وبشكركم مرة تانية. هتقول ايه لمصطفى بقى؟ والله اقول مصطفى يعني ابني ربنا يبارك فيه. امين يا رب. هو فعلا هو في الدوحة في شركة من الشركات اللي بتنظم الفعاليات الكبيرة زي كاس العرب، كاس اسيا، اخيرا كاس العالم. كاس العالم. وبعدين انا في مرة يعني هو بعت لي الدعوة علشان اروح احضر، الحقيقة ما قدرتش يعني ان انا اروح لان الدنيا كانت زحمة رهيبة رهيبة رهيبة.
بس انا يعني بقول له يا ابني انت، انا لعبت يعني لعبت دولي يمكن حاجه بسيطه، ولعبت في النادي الاهلي احسن نادي في افريقيا، ومع ذلك ما قابلتش انفانتينو. انت من غير اي حاجه قعدت معاه ونظمت معاه حاجات، وفعلا هو مصطفى نجح في شغله. وبقول له ربنا يبارك فيك، انت ابني الوحيد، كان نفسي تطلع لعيب كورة.